فاست اند فيوريوس 9 تقريبا راح اكون اخر واحد يتكلم عنه. واخيرا نزل الجزء التاسع من احد افضل سلسله الافلام، تقريبا اغلبنا شاف الاجزاء اللي قبل. هم عباره عن جروب متحد مخالف للقانون، يسوي سباقات وسرقات ومهام كثيره، لكن قصه هذا الجزء مختلفه وصادمه. بعد الجزء الثامن توريتو يكون مبسوط مع زوجته ولده وحل السلام والحياه حلوه، ويجي شيء من ماضيه يبعص جوه. الصدمة الكبيرة انه في هذا الجزء اللي راح يواجهه يكون عدوه ويكون ضده هو الممثل والمصارع جون سينا، واللي يكون في الفيلم اخوه. طبعا المعروف عن افلام فاست اند فيوريوس فيها حماس واكشن مو طبيعي، وبرضو فيها كذب، بس انا شخصيا اشوف الكذب هذا اسميه كذب باحتراف. ليش؟ لانه يخليك تعيش الكذبة بحماس وبشغف مرة عالي. الفيلم جدا ممتع كعادته، واي احد يقول لك غير كذا فهو قاتل للمتعة. يعرض في جميع أدوار السينما وسلام.